نقدم لكم نتائج عمل الفريق الفرعي عن الاستبيانات اللي تمت مع الجهات داخل القطاع النفطي. طبعا موضوع الاستبيان مع الجهات المشمولة بالرقابة ولاحقا راح يصير مع الجهات التي تستفيد من تقارير الديوان كمخرجات، الهدف منها اكثر من جانب. احد الجوانب المهمة ان تشوف تقييم الناس وجهات مشمولة بالرقابة تكلك بطريقة الاستبيان، تقارن بين حتى فرق العمل اللي عندك، هل وصلت الرسالة؟ احنا نتكلم عن ان احنا شركاء ورقباء، انت سفير لديوان، فهذا الموضوع مهم. الموضوع الاخر مدى فهم الجهات لطبيعة عمل ديوان المحاسبة. من نتائج الاستبيان نقول مثلا والله هاي الجهة الفهم عندهم بقضية دور الديوان والالتزامات القانونية عليهم تجاه مدققي الديوان من توفير مكان، من تجاوب على الاستفسارات والأسئلة، تحتاج ان احنا نقدم نوع من انواع المحاضرات والتوعية للجهات المشمولة بالرقابة عشان رفع درجة التعاون مع ديوان المحاسبة. طبعا هذا الموضوع يتبع اكثر من جهاز رقابي، يعني في واحد من اللقاءات احد الاجهزه الاوروبيه يتكلم عن عدد استبيانات كل سنتين ما يقل عن 1000 نسخه لألف جهه مختلفه داخل المجتمع اللي موجود في هذا الجهاز، من صحافه، من مؤسسات تستفيد من رقابه ديوان وتقاريره، من المواطنين العاديين، من اصحاب الراي، غير الجهات المشموله بالرقابه. احنا نقول هذا تو الناس عليه، ولكن على الاقل خلينا نشوف تواصلنا مع الجهات المشموله بالرقابه، راح تشوفون النتائج اللي جتنا من خلال الاستبيانات اللي وزعت على العينه اللي سويناها بايلوت ستادي في القطاع النفطي ومدى تجاوبهم. هو يمكن الاخوان بالقطاع النفطي سبقونا، مؤسسه البترول دائما ترسل استبيان من 3 سنين، كل سنة ترسل لنا استبيان تشوف رأينا في الإجراءات اللي هم يتاخذونها بالمقابل لمتطلبات ديوان المحاسبة، وهل الجهات والإدارات والشركات قامت بواجبها تجاه الديوان ولا لا. فكان أيضا هذا نتائج هذا الاستبيان مع الشركات النفطية، أمانة أنا كنت متوقع أقل من هذا، لكن الحمد لله التجاوب كان جيد، وأنا أتوقع أن حتى مع الجهات الأخرى إن شاء الله يكون التجاوب جيد. بهذه المناسبة أنا أشكر تجاوبكم كقطاعات مع بتحديد الجهات اللي راح يقوم الفريق بالاتصال فيها بإرسال الاستبيان، وبنفس الوقت أحيي الزميلين أعضاء الفريق الفرعي اللي تولوا هذا الموضوع من البداية. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية أرحب فيكم أخواني أخواتي. هذا الحضور الكبير دليل على تفاعل القطاعات مع منتجات وبرامج الاستراتيجية. طبعا هدفنا اللي راح نتكلم عنه اليوم، الهدف الرئيسي هو التحسين المستمر لمستوى رضا الأطراف الخارجية ذات العلاقة والاهتمام بالمخرجات الرقابية للديوان. الهدف الفرعي رصد وتحليل احتياجات المهتمين بأعمال الديوان ومخرجاته. طبعا قام فريق العمل بعدة إجراءات تمثلت في الآتي: إعداد استبانة وتم عرضها على وكلاء القطاعات والمدراء في كل قطاع، تم إجراء تعديلات بناء على المقترحات المقدمة من القطاعات، تم إعداد الاستبانة بشكلها النهائي وعرضت على اللجنة الرئيسية واللجنة الفنية، وتم اعتمادها من مشرف اللجنة. بعد ذلك كانت أول محطة لنا مع الجهات المشمولة بالرقابة كانت مع القطاع النفطي، حيث تم استقصاء آراء 5 شركات نفطية، وكانت النتائج يعني الدراسة راح يتم استعراضها من قبل الأخ محمد الشكراني، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستبانة طبعاً سويناها استبانة موحدة وعرضناها على كل القطاعات، وقعدنا مع الوكلاء المساعدين وعطونا ملاحظاتهم، ومن خلالها عدلنا الاستبانة وعرضناها على اللجنة الرئيسية واعتمدنا الأسئلة للاستبانة.
طبعا الاستبانة قاعد اتكلم عن قانون لجهات الخاطئة رقابة ديوان قانون 30/64. قلنا خلينا نسوي دراسة تجريبية نفذي في القطاع النفطي لأنه بالنسبة لنا واضح. يمكن مثل ما تفضل بغانم عندهم دراسات سابقة وهم في نفس الوقت هم قاعد يسوون استبانات مسبقة. القطاع النفطي حددوا 5 شركات نفطية لخاضعة لرقابة الديوان أو مشمولة برقابة الديوان. وزعنا 10 استمارات على كل قطاع. الإجابات كانت متفاوتة، في بعضهم رد علينا 10 استبانات، في بعضهم أقل من 10، وفي بعضهم زادوا. يعني قطاع شركة نفط ممكن أعطونا فايل كامل فوق 120 استبانة، هم صوروا الظاهر استمتعوا بالأسئلة. بالنسبة للأسئلة وزعناها على 4 شرائح. الشريحة الأولى قاعد أتكلم عن معلومات عامة. أول معلومات قاعد أتكلم عن المستوى الوظيفي. لو تلاحظون من الرسم البياني أن أغلب المستجيبين هم من الموظفين القياديين، و 40% يمكن 0.6 اللي هم الإشرافيين، وهذا طبيعي لأن الدراسة موجهة بالأصل حق القياديين والإشرافيين وخاصة القياديين، وهي تعطي أهمية أكبر للدراسة. ليش؟ لأن هذول هم المعنيين وهم اللي عندهم السكوب أكبر. مستوى التأهيل المهني طبيعي أن 97% جامعين فعلا بحكم وظيفتهم القيادية والإشرافية. سنوات الخبرة نفس الشيء، أغلبهم 20%، وهذا هم بحكم الوظيفة. مجالات الخبرة هني تفاوتت، في عندنا أكثر شيء الإداري وعندنا الأخرى، بعدها المالي والقانوني. هم نفس الشيء يقول هذه نسبة طبيعية. ليش؟ لأن المالي والقانوني ممكن مدير واحد في كل شركة موجود مالي وقانوني، في حين أن أغلبهم طابعهم إداري كقياديين، وطابع أخرى اللي هم الإشراف الإداري على القطاعات الفنية في الجهات النفطية. بالنسبة للجزء الثاني من الاستبانة هي ذات علاقة معلومات عامة بالمخرجات الرقابية. أول سؤال سألنا عن قانون الديوان، هل إذا كان قانون الديوان ينظم ويحدد أداء الأعمال والاختصاصات مطلوب أدائها وما في أي صعوبة من جهات لفهم هذا القانون أو محتويات القانون؟ طبعا النتيجة كانت إيجابية بالنسبة لنا إحنا، 74.3% وافق على هذه العبارة أن قانون ديوان قانون سهل فهمه وهم فاهمين القانون. نروح إلى تقارير ديوان. السؤال اللي هو هل تقارير ديوان قاعد توضح الآثار المالية والإدارية المترتبة على متاعي الفحص؟ طبعا نسبة الإجابة كانت متقاربة للسؤال الأولي اللي هو 77.8% وافق على هذه العبارة. طلبات واستفسارات المدققين. السؤال أما إذا كانت طلبات واستفسارات مدققين ديوان واضحة ومفهومة الجهة؟ الإجابات دلت على قيام مدققي ديوان بدور مناط بهم على أحسن وجه. 83% وافقوا على هذه العبارة، وهذه نتيجة مشجعة بالنسبة للدراسة. سؤال آخر عن ملاحظات ديوان، إذا كانت هذه الملاحظات واضحة ومفهومة للجهة. نفس الشيء بينت فاعلية مدققي الديوان بطلباتهم واستفساراتهم من الجهة. 88.9% وافقوا على هذه النسبة. السؤال اللي بعده هم يتعلق بالملاحظات. هل إذا توصيات وملاحظات ديوان الواردة بتقارير تساهم في تحسين أداء الجهة أم لا؟ تبينت النتائج أن في جدية من الجهات المشمولة بالرقابة في الأخذ بملاحظات ديوان. وافقوا 86% وواحد من بوينت بالمية على هذه العبارة. بالنسبة للمخالفات، متابعة المخالفات، السؤال يتعلق بمدى وضوع وكفاية دور الديوان في متابعة المخالفات المالية مع الجهة. طبعا نفس الشيء النتيجة حد إلى حد كبير بينوا دور الديوان، الديوان قاعد يكون فيها الدور 77% بوينت 8% وافق على هذه العبارة. في أسئلة خاصة بالرقابة المسبقة، هذا ما جاوبوا عليها. ليش؟ لأن هم ما عندهم شركات، ما عندهم رقابة مسبقة. بس إحنا ابتدينا أي دراسة علمية لابد أن أنت تحط أسئلة شاملة على جميع الجهات،
فاذا الجهه ما تنطبق عليها هذا يحطون لك صفر، ما يجاوبون على هالسؤال. فالسؤالين هذا ما جاوبوا عليهم. طبعا احنا متوقعين حق دراساتنا الثانيه راح يجاوبون على هالسؤالين. سبعة، دور المدقق. دور المدقق ومدى حرصه على ابلاغ ملاحظات للجهه اولا باول لإمكانية تلافيها في الوقت المناسب قبل ما يحطونها كملاحظات. أشارت النتائج إلى قيام المدقق بهذا الدور، ولكن المطلوب هو تفعيل دوره بشكل أكبر. وافق 61.1% على هذه العبارة أن المدقق يقوم بدوره على أكمل وجه، وبلغت نسبة عدم التأكد 19.4 وعدم الموافقة 19.4. فإحنا هذول النسبة زينة، بس إحنا نبي بشكل أكبر. سؤال آخر عن دور المدقق. مدى تمكن المدقق من عمله واطلاعه على المستجدات ومعرفته التامة بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهة؟ هل المدقق مطلع على قوانين الجهة ولوائحها أم لا؟ هني النتائج بينت الحاجة لاهتمام المدقق بشكل أكبر في التعرف على قوانين ولوائح الجهة. الظاهر في عندهم قصور في هالجانب. طبعا هذا رأي الجهة. 55% 0.5 قالوا ان موافقين ان المدقق يقوم بدوره في هالجانب، في حين ان بلغت نسبه عدم التاكد 13.9 ونسبه عدم الموافقه 30.6. فهذه احنا شنو الاجراء اللي لازم الديوان يتخذه على اساس انه شنو نزيد من هذه النسبه؟ 8، تكامل دور الديوان مع الجهات الرقابيه الاخرى. احنا عندنا الجهات الرقابيه الاخرى اللي تراقب على الجهات الخاضعه للرقابه، منها اللي هي وزاره الماليه وديوان الخدمه المدنيه، ودورهم دور مكمل ومعاون لدور ديوان المحاسبه. السؤال كان في هذا الاتجاه، هل الجهات هذه قاعده تقوم بدورها؟ هني النتائج اشارت الى عدم تاكد من هذا الدور. طبعا لا سبب، ان هذه الجهات النفطيه يمكن ما لها علاقه مباشره مع الجهات الاخرى غير ديوان المحاسبه. بلغت نسبة عدم التأكد 58.8 ونسبة الموافقة 29.4 ونسبة عدم الموافقة 11.8. طبعا كاتبين احنا ترجع هذه النسبة نتيجة سلبية إلى طبيعة الشركات النفطية. 9، تفعيل تقارير الديوان. دور الديوان وحرصه على تفعيل تقاريره عن طريق المتابعة المستمرة. هل الديوان قاعد يتابع بشكل مستمر لتقاريره؟ كانت النتيجة إيجابية جدا، إذ بلغت نسبة الموافقة 91.1 ونسبة هذه جدا عالية، في حين بلغت نسبة عدم تأكد 2.8، بمعنى أن القطاع النفطي العاملين في القطاع النفطي قاعد يتابعون أول بأول مع الشركات أو الجهات الخاضعة للرقابة. التعريف بدور الديوان. السؤال هو هل الديوان قاعد يقوم بدوره بتوضيح دوره من خلال عقد الندوات واللقاءات للجهات المشمولة برقابته؟ هني النتائج كانت غير مشجعة، فقد أشارت النتائج إلى عدم اهتمام الديوان بهذا الجانب بالشكل المطلوب، إذ وافق 36.1% على هذه العبارة وبلغت نسبة عدم التأكد 25%، في حين بلغت نسبة عدم الموافقة 38%. هني تحتم على الديوان اهتمام بشكل أكبر في توضيح دوره من خلال إقامة الندوات واللقاءات للجهات المشمولة برقابته. طبعا لما سوينا العرض حق القطاع النفطي كان لهم بعد سبب اخر، انه قالوا يمكن سبب تغير القيادين في القطاعات النفطيه او الشركات النفطيه هني شنو ما دش، خلينا نقول ما صارت فرصه ان نعرض لهم دور الديوان وكذا او نسوي ندوه في هذا الشان. يمكن بالجهات الاخرى تكون نسبه اعلى. الاثار المترتبه على نشر تقارير الديوان على السريه وعلى العلني. بالنسبه للسريه، تقارير الديوان والتاثير السلبي على النتائج المرجوه. السؤال هل السريه تؤدي نتيجه عكسيه ام نتيجه ايجابيه؟ هذا السؤال كان. هني انقسمت الشريحه الى قسمين. قسم يقول اكد 41% على التاثير السلبي للسريه التقارير، قالوا السريه قاعد تاثر سلبا على النتائج المرجوه منها. في حين ايد 47.1% على الابقاء على السريه، قال لا بالعكس السريه هي الطريقه الافضل. وما في اي اثار سلبيه لهذه السريه. ونسبه عدم التاكد 11.8. سالنا نفس السؤال بس بطريقه معاكسه. مدى التاثير الايجابي لنشر تقارير؟ نشر تقارير عبر وسائل الاعلام، يعني حددنا شنو وسيله النشر. على تحسين الاداء الحكومي ككل، مو فقط الشركات النفطيه، ككل الاداء الحكومي.
أشارت النتائج إلى غالبية المستجيبين يرون التأثير السلبي لنشر التقارير. هني أكدوا أن شنو السرية هي الأفضل، يعني طلبوا عدم نشرها في عن طريق وسائل الإعلام. إذ أشارت 50% من أفراد العينة إلى أن نشر التقارير عبر وسائل الإعلام لا يؤثر إيجابا على الأداء الحكومي، وبمعنى آخر أن النشر يؤثر سلبا على تحسين الأداء الحكومي، في حين بلغت نسبة عدم الموافقة 38.9 ونسبة عدم التأكد 11.1. تواصل الديوان مع وسائل الإعلام، نبي نشوف رأي هذه الجهات في مدى تواصل الديوان مع وسائل الإعلام بصورة تبرز دوره للمهتمين بأعمال الديوان ومخرجاته. هني أشارت مجمل النتائج إلى عدم التأكد، بلغت نسبة عدم التأكد 58.3% ونسبة الموافقة 22.2% وعدم الموافقة 19.4. هني عندنا احتمالين احتمالنا احنا كفريق البحث، ان قلنا ممكن ان هذه الجهات النقطية ما الاصح، ان القطاعات اللي مشهورة بالرقابة قاعد تتابع اخبارها في وسائل الاعلام ما تتابع اخبار الديوان، فهني احنا لازم نحط خطة شلون نخلي الجهات عن طريق سواء عن طريق الاعلام او وسائل اخرى ان يتابعون اخبار الديوان. سؤال 13، الاهتمام بتقارير الديوان ومخرجاته. ما هي درجة اهتمام الجهات المشمولة بالرقابة بتقارير الديوان ومخرجاته؟ إن النتائج كانت إيجابية جدا، 94.4% وافقوا على هذه العبارة، إن بمعنى أن الديوان قاعد يتابع أن الجهات قاعد تهتم في تقارير الديوان ومخرجات هذه التقارير. السؤال يمكن هذا يعاني من كثير من المدققين او مجموعه من المدققين، هل الجهه قاعده توفر بيئه مناسبه لمدققي الديوان القيام بمهام بعملهم على اكمل وجه؟ طبعا احنا كنا متوقعين افاد الغالبيه ان احنا مهتمين بمدققي الديوان قاعد نوفر لهم سبل عملهم في الجهه. نروح قسم الثالث الى الاسئله المفتوحه وراح يتناولها اخوي يوسف الدروعي. طبعا بالنسبه عند الاسئله المفتوحه في ربط بينها وبين الاسئله اللي تم استعراضها في البدايه. طبعا السؤال الاول عند الطلب من المستجيبين تقديم مقترحات، طلبنا منهم تقديم مقترحات بشان التنسيق بين الجهات الرقابيه، فكان ردهم او مقترحاتهم ضروره عقد لقاءات تنسيقيه بين ديوان المحاسبه والجهات الرقابيه الاخرى لمنع التكرار في الملاحظات وتقليص الفترة الزمنية للفحص من قبل هذه الجهات، وفي المقابل ضرورة التنسيق بينها وبين الجهات المشمولة بالرقابة. مقترح آخر، يجب أن يخطر الديوان الجهات الرقابية الأخرى بما يسفر عن الفحص من ملاحظات نهائية بهدف التخفيف من الضغط على الجهة المشمولة بالرقابة. مقترح آخر، أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الرقابية في التعامل مع مصدر واحد في الجهة لتوفير البيانات، يعني لا يكون كل جهة رقابية تتعامل مع مستوى معين بحيث أن تختلف البيانات المقدمة. مقترح آخر، تشكيل لجنة من ممثلين الجهات الرقابية لمتابعة نتائج التقارير الصادرة، عقد جلسات وزيارات تعريفية بين الجهات الرقابية والجهات المشمولة بهدف تفهم كل طرف طبيعة عمل الطرف المقابل وقوانين المنظمة اللي يعملها. تقريبا ديوان يعني خاطي أو يعني عنده خطوات كبيرة في هذا الجانب. السؤال الثاني كان عن رأيهم في الجوانب التي يجب أن تتوفر في تقارير الديوان لتعزيز دوره في حماية المال العام، فكانت مقترحات على النحو التالي: ضرورة توضيح التقارير بشكل أكبر الأخطاء الإدارية والمالية التي قد يغفل عنها المسؤولين في الجهات الحكومية، يجب أن تساهم التقارير بصورة فعالة في تطوير أداء الجهات، يجب التركيز على الإحصائيات والجداول الرقمية في التقارير والابتعاد عن أسلوب الإنشاء المحض، أن يشارك في عملية إعداد تقارير الديوان المهنيين المتخصصين في الموضوع الذي تم التدقيق عليه، أن يقوم الديوان بدور موجه بالنسبة للمخالفات غير المقصودة بهدف تلافيها مستقبلا وعدم تضمينها بالتقرير النهائي، أن يتم التركيز على الملاحظات الأساسية ذات التأثير المباشر على موضوعات الرقابة، أن تكون هناك دقة أكبر في البيانات وأن تحدد الملاحظة بشكل أكبر وعدم طرحها بالعمومية، وأن يهتم المدقق بتوضيح الإجراءات التصعيدية التي يجب على الجهة القيام بها وعدم التأثر بما ينشر في وسائل الإعلام، أن يتم التركيز في الرقابة اللاحقة على المشاريع المنتهية وليس المشاريع طور التنفيذ.
طبعا هذه آراء يعني مستجيبين. بالنسبة حق السؤال الثاني، تابع أن يتابع الديوان، مطلوب مقترح أن يتابع الديوان نتائج لجان التحقيق في المخالفات المالية، وأن يبدي الرأي في الجزاءات، أن يركز الديوان على الجوانب المالية والإدارية وعدم إبداء الرأي في الجوانب الفنية بسبب عدم توفر الخبرات الكافية لمدقق الديوان في هذه المجالات الفنية. وهذه نلاحظها في كثير من الجهات، لما الديوان يبدي رأي في جوانب فنية الجهات المشمولة بالرقابة بعضها ما تتقبله، رغم أنه يعني يكون رأي الفني في مكانه. أن يفهم المدقق روح القانون ولا يحفظ المواد عن ظهر قلب، وذلك لفهم تصرفات الجهات في اتخاذ بعض القرارات التي يظهر منها أنها مخالفة للنص الحرفي. أن يساهم الديوان في تقديم اقتراحات بتعديل لوائح ونظم الجهة في حال وقوفها حجر عثرة. أن تتضمن تقارير الديوان التكلفة المالية المترتبة على الملاحظات الجهة. بالنسبة حق السؤال الثالث، كان ما هو تصورات المستجيبين لتفعيل دور الديوان مستقبلا في تلبية احتياجات الجهات؟ كان المقترح على النحو التالي: أن تكون تقارير الديوان سرية ولا تنشر في وسائل الإعلام، أن يكون هناك اتصال إلكتروني بين الديوان والجهة بهدف تبادل البيانات المطلوبة بشكل سريع وموثق، أن يتم توسيع نطاق الرقابة المسبقة، إعطاء استقلالية أكبر للديوان، نشر التقارير بشكل ربع أو نصف سنوي، إعداد خطة من قبل الديوان لمناقشة الجهة المشمولة بالرقابة، إبداء الديوان رأيه للجهة في كيفية تحسين الإجراءات والنظم وأحكام منظمة الرقابة الداخلية، أن يعزز الديوان دوره في رفع مستوى أداء الجهات الحكومية من خلال وضع آليات لقياس أداء هذه الجهات، تفهم طبيعة الجهة وظروفها ومدى حاجتها لسرعة اتخاذ القرار على نحو لا تتمكن من تغيب اللوائح بشكل كامل، إبراز الديوان إعلامياً الجهات التي تميزت في اتباع التعليمات لتكون مثلاً يعتذى بها من قبل الجهات الأخرى. هذا كثيراً ما نقابلها، أن بعض الجهات اللي تكون ملتزمة تقول ليش ما تنزل كتاب شكر على يعني أدائي المتميز. طبعاً تابع السؤال الثالث، حث مطلوب حث الوزراء على الاهتمام بالتقارير الصادرة من الديوان بصفتهم أعلى سلطة، مراعاة طبيعة عمل الجهة وضبط العمل وإعطاء الوقت الكافي لجلب البيانات حسب نوعيتها وطبيعتها، تشكيل لجان متابعة ملاحظات الديوان، تقديم برامج تعريفية توضح دور الديوان في الرقابة على الجهة وشرح كيفية تقديم التقارير وأنواعها ومواعيدها، أن ترتقي الخبرة التخصصية للمدقق في موضوع التدقيق مع نظرائه في الجهات المشمولة بالرقابة مثل هندسة البترول، جيولوجي، مهندس حفر، وأن يتعامل الديوان بمهنية عالية مع هذه الجهات. مطلوب كذلك زيادة عدد المدققين وتنوعهم في مختلف المجالات الفنية لعمل الجهة بهدف الاستيعاب والفهم الصحيح لطبيعة عمل الجهة. كذلك تأهيل مدققين الديوان في كيفية التعامل مع الجهات والتركيز على تصحيح الانحرافات وعدم تصيب الأخطاء. كذلك استخدام المدقق الحاسوب في استخراج البيانات وعدم إلزام الجهة في استخراج البيانات اليدوية بكميات كبيرة ولسنوات عديدة. أن يلتزم المدقق بإخلاقيات المهنة وفقا للدليل المعتمد بالديوان والمحافظة على سرية المعلومات والتأكد من عدم تسريبها. أن تكون هناك شفافية لدى المدقق عند طرح الأسئلة والهدف من هذا السؤال. أن يتم تدوير المدققين خلال أو كل مدة معينة، هذا تقريبا يتم في غالبية القطاعات. أن يتم تفعيل الدور التوجيهي والاستشاري لمدقق الديوان مع الأطراف المهنية في الجهة المشمولة بالرقابة. هاي تقريباً أسئلة. أخيراً توصيات. تفضل. في تنويه بالنسبة للأسئلة المفتوحة، هذه الملاحظات يمكن من شخص أو شخصين. لأن الأسئلة المفتوحة إحنا عندنا 36 مستجيب على جميع الأسئلة المغلقة. الأسئلة المفتوحة ممكن ملاحظة واحدة، يمكن شخص واحد قالها أو شخصين، فإحنا لأهمية هذه الملاحظات حطيناها، وهذا مو معناته رأي جهة الشركات النفطية، هذه رأي أشخاص في هذه الجهات. نعم تفضل. بالنسبة حق التوصيات وبعد ذلك خطة المرحلة القادمة، التوصيات تقريبا 9 توصيات. واحد، ثبتت نتائج نجاح الدراسة في التعرف على آراء واحتياجات الشركات النفطية فيما يتعلق بأعمال ديوان ومخرجاته. 2، نقترح تعميم الدراسة على كل قطاع ومن ثم تجميع النتائج للتعرف على آراء جميع الجهات المشمولة بالرقابة. 3، التأكيد على قيام المدقق بدوره بشكل أكبر من خلال وضع آلية لإبلاغ الملاحظات للجهة أول بأول
والإمكانية التلافية في الوقت المناسب. 4 تأهيل المدقق بشكل أكبر للمعرفة التامة بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهات التي يدقق عليها والاهتمام بالاطلاع على المستجدات ذات العلاقة بالجهة. 5 تعزيز الدور الإيجابي للديوان للمواصلة في عملية متابعة تفعيل التقارير الرقابية. 6 إيجاد بيئة عمل مناسبة للحفاظ على سبية التقارير وتداول المستندات. 7 وضع خطة للتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة مثل ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بهدف تطوير أداء الجهات المشمولة بالرقابة دون المساس بالدور الرقابي لكل من هذه الجهات. 8 ضرورة تطوير تقارير الديوان وآلية تعامل المدقق مع الجهة على نحو يؤدي إلى تحقيق أهداف الديوان وتطوير أداء ومراسلة الجهة في آن واحد. أخيرا تطوير أسلوب التدقيق على الجهة بما يتناسب مع التطورات الحديثة في مجال التدقيق باستخدام الحاسوب واستخدام الوسائل الحديثة في الاتصال والتواصل مع الجهة. خطة المرحلة القادمة تقريبا عندنا 6 خطوات: إرسال كتب القطاعات الأخرى لتحديد الجهات محل الدراسة وهي تمت والقطاعات أجابت مشكورة، كذلك إعداد عرض مرئي للقطاعات الرقابية وإحنا اللي قاعد يعني نقوم فيه اليوم. الخطوات المقبلة راح تكون إن شاء الله توزيع الاستبانات على الجهات المشمولة بالرقابة حسب اللي وصلتنا من القطاعات المعنية. بعد ذلك راح يتم متابعة وتوزيع وجمع الاستبانات ونأمل تعاون القطاعات في هذا الجانب مع فريق العمل. ثم بعد ذلك راح يقوم فريق العمل بتحليل النتائج وتقديم دراسة للمقترحات والتوصيات يعني الموضوع كله بشكل عام ويرفع إلى اللجنة الرئيسية ومشرف اللجنة. بعد ذلك إذا يعني تم اعتماد الدراسة راح يتم تعميم نتائجها على قطاعة الديوان وراح تأخذون خبر فيها. شكرا. وطبعا يعني احنا نتوقع ان نكون مع الجهات الاخرى يمكن بالذات مع القطاع الحكومي اللي هو الوزارات الاستجابه اقل، ولكن في جهات مميزه سواء بجانب الجهات الملحقه او في القطاع الاستثماري انا اتوقع ان تجاوبهم ما يقل عن التجاوب اللي تم مع القطاع النفطي. واحنا شلون نشرح ونوضح الرساله والهدف المطلوب لهذا الموضوع بالنسبه للجهات المشموله بالرقابة اللي راح يتم مخاطبتهم. طبعا مثل ما شفتوا أنا اللي همنا احنا كفريق كان الإجابات الجماعية اللي تعطي وجهة نظر في موضوع معين. بالأسئلة المفتوحة بعضها جاي من طرف واحد، بعضها يمكن اشترك فيها 3. هذه مهمة بس ما ترقى إلى أهمية الإجابة الجماعية. الإجابة الجماعية لما نقارن النتائج اللي مع نتائج باقي القطاعات خلينا نشوف احنا ممكن ناخذ هذه يعني النتائج العامه تعطينا احنا صوره متكامله ان شاء الله عن مدى اهتمام الجهات بتفعيل تقارير الديوان، مدى قيامنا بدورنا بشكل يتوافق مع القانون، امور اخرى نحللها ممكن يعني خطابنا الاعلامي يتغير يتوسع، يا تأهيلنا المدققين ممكن يزيد، يا تجاوبهم معانا ممكن احنا نفعله لما تجينا مقترحات. فكثير من الامور اللي ممكن تكون يعني كنا نضرب اكثر من عصفور بحجر واحد. اتمنى يعني خلال المرحله القادمه مساعدتكم في ان الجهات تتجاوب مع الاستبيانات اللي تروح وترجع لنا بوقت كما هو محدد على ضوء النتائج النهائيه. راح ايضا يصير لنا لقاء لمناقشه النتائج النهائيه اللي طلعنا فيها عن مجمل الجهات المشموله برقابه الديوان ونتائج الاستبيان بشكل عام وشنو التوصيات المناسبه اللي لقاها الاداره العليا اللي على ضوءها تاخذ اجراءات تعالج نواحي القصور اللي لقيناها او تعزز النواحي الايجابيه اللي مثل ما شفتوا احنا ايضا اتضح لنا في بعض الجوانب الايجابيه اللي ايضا ما كان انا شخصيا وزملائي بالقطاع النفطي ما كنا متوقعين النتائج هذه، لكن متوقعينها ولكن مو بالكم هذا. واحنا نعتز ان الجهات اللي بالقطاع النفطي تجاوبت بالشكل اللي شفته. اشكر لكم حضوركم واذا في اي استفسار الزملاء الموجودين تفضلوا.
تقرير رمضان للحين موجود. لحين شو اسمه تقرير رمضان كلكم صايمين. مشكورين، يعطيكم الصحة والعافية.